attention stratégique, c'est relativement le taqa, l'énergie. Quand on dit énergie, c'est plus grand, c'est tout ce qui est ressources naturelles, en fin de compte. حنا اليوم تعامل استراتيجيكمون تعامل الدولة مع لي ريسورس ناتوريل هو تعامل تاع الضحية مش تعامل تاع اون فو جوي الرول الانترناسيونال باش نحكي على دو ريسورس ناتوريل باش نحكي على الاكستراكتيف دونك لي ريسورس ناتوريل اللي يخرجوهم معناها كون اكستري دو 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 لا تير ولي ولي انرجي رينوفلابل بالنسبه لريسورس ناتوريل كنخرجوهم من الارض اليوم فما جيوبوليتيك اللي في محاور البحر الابيض المتوسط قائمه على الانرجي اللي صار في ليبيا قائم على الغاز تري سامبل معناها التقارب اللي صار ما بين فرنسا والجريس ريسامون بارابول اللي صار في ليبيا والكونفلي مع تركيا وكذا سي ريلاتيفمون دريفن باي الانرجي داكور كذا النقطة الأولى كون فو كومبرون دونك لا جيوبوليتيك اليوم في تونس هكا علاش كنقولوا خارجية تونس لازم تكون برانسيبال مقتصادية لازم تدخل في إطار نتاع انتونسيون استراتيجيك نتاع البلاد انه تونس لازم تكون ان جوار في الكارت انرجيتيك تاع البحر المتوسط الحاجه النقطه الاخرى اللي متعلقه بالزينرجي هذو لي ماتير معناها لي ريسورس ناتوريل هو تسكي الترانسفورميشن دونك داون ستريم التحويل يعني انا اليوم ما يكفيش اني نخرج ماتير بريمير من الارض لازمني نعمل استراتيجي كامله باش نشجع المستثمرين الاجانب خاطر سي با ان انفستيسمون لوكال هذايا باش يستثمروا في التحويل في تونس داكور اليوم كي تشوف تركيا معناها يزون بلوكي 10 بليون دولار باش يعملوا رافينري في السود لا تركي مش خاطر ناقصين بترول في الريجيون على خاطر كي تحول انت غاديكا ماذا بيك سيرتو كي تبدا عندك معناها اتفاقات مع ليبيا كيما بلاد كيما ليبيا باش تجيك معناها ناتج خام تجيك ماتير لازم نحولها داكور دونك هذا كله لازم يدخل في استراتيجيه هذه دونك تونس ولو ما مثال سوبوزون ما عندناش برشا نفط اي ما نجمو نجيبو نفط من برا ونحطو في تونس ينجم يكون راهو لا ديريكسيون ديال الدوله البو لو با اتر داكور معناها فما شكون يقول لك خويا حنا اون فيتر ان بي في جرين جرين معناها تو سكي اندستريال كوبيتو شيميك ما يجيش عندنا سي تو اورونتاسيون على الاقل يا خويا حدد شنو الاورونتاسيون اللي تحب تمشي فيها ان بريروكي بارابور لي زينيرجي لي لي ماتيير اكستراكتيف هذايا يعني لي ريسورس ناتوريل هو لازم نحلو مشكل الفوسفات اش معنى نحلو مشكل الفوسفات خاطر انا اليوم كي انايا كدوله خسرت موقع عالمي في ماده طبيعيه مستخرجه كيما الفوسفات اللي عندنا في تاريخ كامل اللي احنا بلدان كيما المغرب وكيما تركيا احنا قريناهم السافوار فير تاع التحويل احنا وصلنا اليوم انا كم مجموعه وطنيه بي ايتا سوسيتي اي تو لي زاكتور معناها اليوم خسرناها الاندستري هذيا الماده الطبيعيه هذيك اللي انت عندك فيها افونتاج كومبيتيتيف وعندك فيها تاريخ انت ديجا ما نفلحتش غادي باش تفلح في الاخرى دونك حلين مشكل الفوسفات يعني لازم يكون ان ديفي ناسيونال معناها ستان ديفي ناسيونال كي نحلوه المنهجيه هذيك في التعاطي مع الطبيعه تعاطي مع لاسبي سوسيال في تعاطي مع لاسبي انفيرونمونتال في تعاطي مع لاسبي ايكونوميك داكور انك تولي في الموارد الطبيعيه بالذات تنظر للاستخراج والاكتيفيتي ايكونوميك تنظر لها حل اقتصادي مش حل للمشاكل الاجتماعيه انا بزوان دو كومبروندر سا ما نجموش معناها سي با يعني شركه سوسيال كافسا ماهيش جمعيه خيريه معناها سي تري سامبل اون دوا سيباري داكور دونك هذه بالنسبه للزينرجي يعني لي ريسورس ناتوريل فما ان اوتر اسبي اللي يدخل في لي زانتونسيون استراتيجيك تاع البيت هو الانرجي رينوفلابل مش خاطر الانرجي رينوفلابل سي اون بون شوز هذيك اون بو اون ديسكوتي مي يا دو تري 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 غران فينانسمون على الانترناسيونال بلوكي بور لي انرجي رينوفلابل دونك تونس لازم تعمل اون استراتيجي تقول انا من هنا الخمس سنين جايه مثال ناخذ الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي هو اول مستثمر واول فينانسي ممول للمشاريع المتعلقه بالطاقات المتجدده احنا تونس خدينا منهم دوم وما نحكيش على دوم راهو نحكي اون طونك ايكونومي النشاط الاقتصادي المرتبط بالزينرجي رينوفلابل بحذاك الصين اليوم تو مثال الصين
elle a bloqué, yani banque de développement en Tarsine, elle a bloqué 47 billion, 47 billion pour 17 entreprises d'énergie solaire. Yani ça s'appelle business development. On fait du démarchage pour créer ça. Mais je ne vais pas faire le démarchage. 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 استراتيجيتها البارتي نتاع الاستثمار حتى التعاون الدولي ما نحبوش تعاون احنا نحبوا بزنس از بزنس معناها نعمل لك كادر في الريشيرش ديفلوبمون في الاكسبلوتاسيون في التصنيع في الاكسبور في اللي تحب انت باش حتى فينونسمون زاده باش تنجم تدخل فلوسك باش تستثمر في الدومين هذايا اللي هو لي زينرجي رينوبلابل. علاش دي سا توا ما عندي با سا 10 سنين ولا 15 سنه تالي على خاطر اليوم فما دي انفستيسمون سيغنيفيكاتيف بور سا. راك قلت لكم 47 بليون دولار في الصين 17 انتربريز دينرجي سولير 47 بليون دولار سي ابري بي بي تاع تونس سي سا 40 اون اي 40 سي سا داكور دونك لازمنا ندخلوا بك الفكره تاع جو في شيرشي ونعمل استراتيجيه كامله. وبيان سور بور كون ريوسي سا لازمنا اون ديستانك الفرق ما بين شركه عامه